بحضراتكم مرة تانية. النهاردة في 8 الصبح موتورز هنتكلم ازاي تحافظ على اتزان عربيتك. لما تلاقي عربيتك بتحدث شوية، لما تلاقي عربيتك وهي ماشية على الطريق مش متزنة او بتترعش او بتحدث، بتبقى في اسباب كتير ورا الموضوع ده. طبعا اللي هيقول لنا على الاسباب ضيفي وزميلي العزيز معتز عاطف خبير السيارات. صباح الخير يا صباح معتز، الفل. اهلا ازيك؟ ايه اخبارك؟ ايه الموضوع؟ ربما يكون البعض بيظنه بسيط لكن هو بيمثل خطورة في بعض الاحيان على سلامتك على الطريق، مش كده؟ اكيد جدا. طيب رايك نروح نسمع الناس قالوا ايه، معلوماتهم عن الموضوع ايه، ونرجع نسمع يلا بينا. الرأي الصح والصواب. خلونا نشوف التقرير ونرجع مرة تانية. طارق اكيد طبعا تمام، والعفشه لو فيها حاجه، العربيه مش مظبوطه، مقصات او ظبط زوايا. ظبط زوايا العفشة بتاع العربية ما تبقاش زوايا مش ظابطة زوايا ولا عفشة، إذا كان في علبة دلوكسيون أو في ظبط زوايا. برصص العجل، بظبط زوايا، يا هد السرعة، أظبط زوايا عفشة بس، لازم أروح أظبط زوايا على طول. والله أول حاجة بنزل أبص على العجل، لو في عجلة نايمة ولا حاجة ببص عليها، ما لقيتش بضطر ان انا اروح للعفشاجي يبص لي على المقص، على المساعد، على اي حاجه في العفش، بس بطمن عليها، بعد كده بروح اظبط زوايا. دي لا قدر الله تسبب حادثه، تسبب اي خطوره على العربيه وعلى اللي جوه العربيه طبعا. ممكن لا قدر الله اخبط في اي حاجه، او ممكن العربيه اصلا تكسر مقص. حادث طبعا اكيد. لو ما اهتمتش بقى ممكن تأذيك على الطريق. العفشه لو تبوظ، العفشه كلها تبوظ، هخش في موال تاني خالص. اسئله واحده لكن الاجابات اختلفت، وهنعرف ايه هي الحقيقه من معتز. يعني معتز، ايه الاول اللي يخلي الكاوتش او العربيه تحدف يمين او شمال وانت ماشي على الطريق، وازاي تكتشفها؟ يعني لو ماشي على طريق سريع بتبان اكتر، ولا على طريق ماشي بالراحه او طريق في وسط البلد بيبان اكتر؟ طيب هو حلو السؤال التاني قبل الاولاني. هو اكتر حاجه بتبين العربيه بتحدف ولا لا، ماشي على طرق، على سرعات مش بالراحه. مهما مشيتي بالراحه عمرك ما تحسي بحادثة العربية خالص، يعني سرعة 30 و40 كيلومتر و60 كيلومتر مش هتحسي، بس أول لما تطلعي على طريق وتبقي ماشية هتبتدي تحسي العربية فيها حادثة أو لا. فكرة العربية بتحدف، أول حاجة لازم ننتبه لها كاوتش نايم. يعني أنت ممكن تبقي راكنة العربية بالليل كويسة ما فيهاش أي حاجة، وتصحي الصبح نزلتي ماشية على طريق، سايقة ماشية 80 ماشية 100، وفوجئتي إن العربية عمالة تحدف. مجرد إن أنت تحسي العربية بتحدف على طول، فورا اول حاجه بقف انزل ابص على اربع فرد كاوتش، ويبان ان يعني فرد كاوتش لما بتبقى مريحه بيبان عليها ان هي نايمه، فبتاخد العربيه في الاتجاه اللي هي فيه. يعني لو فرد كاوتش قدامي يمين نايمه هتاخد العربيه يمين، شمال هتاخدها شمال، فردتين اللي ورا لو نايمين هيلوحوا الدريكسيون سنه من مكانه. وعشان كده دايما كل مره بقول الدريكسيون عدلته في النص مهمه، والعلامة بتاعت العربية المفروض الدريكسيون يبقى عدل. مجرد ان الدريكسيون يحدي في يمين او شمال يبصي ده كده سنتر، ده مظبوط، دريكسيون مظبوط. اول لما تنزلي وتيجي على طريق ماشي وتلاقي دريكسيون حادف سنة شمال او سنة يمين، تعرفي ان في عجلة ورا مريحة، عجل قدام بياخد العربية يمين او شمال. عشان كده دايما بقول اول حاجة هنزل ابص على الكاوتش. تمام. طيب تاني حاجة، لقيت الكاوتش كويس سليم، هتأكد ان انا الاسفلت اللي ماشي عليه عدل مش مايل. الاسفلت لو مايل هياخد العربية في اتجاه يمين او شمال. دي صورة كاوتشة ممسوحة. بصلها. انا كنت هسألك نقشة العربية، نقشة الكاوتشة اتمسحت. دي اتمسحت بسبب ان انا كان عندي مشكلة في الزوايا ومشيت عليها فاتكلت الفرد الكاوتش. يعني ايه مشكلة في الزوايا؟ يعني احنا كتير واحنا ماشيين العربية بتحدف، فانت حدفت العربية يمين فما اهتمتيش، ما بصيتيش على الكاوتش، وطلع في الاخر المشكله مش في الكاوتش. ان انا لو نزلت بصيت على العربيه لقيت الكاوتش سليم والاسفلت حتى مش لو مش مايل، اكيد انا مش هقف اقعد ابص على كل الاسفلت، بس انت هتيجي ماشيه في طريق هتلاقيها الدريكسيون بقى عدل، مره تانية حدفت شمال سنه، مره حدفت يمين سنه، معناها ان دي بتتابع العربيه على في الأسفلت. مسافه مشوارك، يعني ما تابعتيش العربيه ولا بصيتي على الكاوتش ولا اهتميتي باي حاجه. زوايا طلع فيها مشكله فتتمسح النقشه اللي على الكاوتش. ايه خطوره ان النقشه تتمسح؟ العربية هتبقى بتحدف والعربية مش هتبقى ماشية عدلة، وفي نفس الوقت الكاوتش المكان اللي بيتمسح فيه بيبقى مزحلق، فالعجلة دي الباتش بتاعتها اللي هي الرسمة بتاعتها مش ملامسة للأرض كلها،
في جزء ممسوح والجزء اللي ممسوح ده بيخلي العربيه تتزحلق. تتزحلق حتى لو مفيش مطر او مفيش ندى على الارض او يعني بتزحلق في العموم. طبعا دايما اداء الكاوتش ان الباتش اللي هي بطن الكاوتش زي ما بيقولوا بيبقى ماشي ملامس للارض وهو ده اللي بيفرمل العربيه. ما بتفرملي بيبقى دايما الضغط على بطن الكاوتش اللي ملامس للارض. طول ما هو ممسوح معناها ان اي حاجه هتزحلقه، ميه هتزحلقه، اي حاجه هتزحلقه. طيب في واحد من الاجابات اللي في التقرير قال لك طب بصيت على الكاوتش مثلا سليم، الطريق مش مايل يعني على الافتراض اللي انت قلته، فاحنا مش الاثنين مش موجودين، السببين هننفيهم، نعمل ايه بقى؟ نروح نظبط زوايا، نرصص، هنعمل ايه بعد كده؟ هنراجع الزوايا. لا ترصيص ملهوش علاقه، الترصيص هو وزن فرده الكاوتش عشان الغربال اللي في الدريكسيون. تيجي ناس كتير تشتكي لك انا ماشي على سرعه 80 او 90 وعندي غربله في الدركسيون. الحركه الغربله بتاعت الدركسيون دي بتبقى دايما يا ترصيص يا اما جنط فيه مشكله او كاوتشه مش كويس. فالترصيص هو هزه الدركسيون دي، لو الدركسيون عادي ما فيهوش هزه الترصيص بتاع العربيه كويس. لو بتحدف مش هنرصص، ده حل مستبعد اصلا. بس هو دايما ارتبط موضوع دايما يقول لك ظبط زوايا وترصيص يعني دايما زي الأقصر وأسوان. لكن في الحقيقه انا له عربيتي الكاوتش مظبوط، مفيش غربله في الدركسيون، عمري ما برصص لاي سبب من الاسباب، بروح اظبط زوايا بس في حال ان انا عايز اراجع الزوايا. فاحنا قلنا لو هو نزل في مطب او هو لو ماشي وما لقاش فرده الكاوتش فيها مشكله مش نايمه وما لقاش الاسفلت فيه ميول يمين او شمال لازم يروح يراجع الزوايا، لان هو تمام. مجرد انه يراجع الزوايا هيبتدي يعرف. احنا عندنا رسمه كمان بتوضح اتجاهات العجل في ظبط زوايا، لان هو مهم قوي ان احنا طول ما احنا ماشيين نبقى عارفين اتجاهات العجل. اول لما تحسي ان العربيه ما بقتش مظبوطه، بقت عايمه سنه، بقت بتيجي يمين سنه، بقت بتيجي شمال سنه، لازم على طول تروحي تراجعي الزوايا. طب ورونا الصوره يا جماعه برده عشان نشرح للناس يعني فكره ضبط الزوايا بشكل اكتر، يعني اول ما الصوره تجهز هنشوفها. طيب بصي هنا بيحط جهاز عشان يبتدي يظبط الزوايا، وهو في الحقيقه ده بدايه تجهيز العربيه، لان في ناس بتبقى مش عارفه ظبط الزوايا ده عباره عن ايه. هو توحيد اتجاهات العجل طول ما العربيه ماشيه، وفي نفس الوقت بتبقى الاربعه باصين في نفس الاتجاه، يعني باصين في نفس الاتجاه. هو دي ابسط كلمه او اسهل كلمه تقال، اهي اللي هي الصوره اللي في اليمين خالص، الاخضر خالص، هم الاخضر خالص. الاربعه دول باصين في نفس الاتجاه والسهم عدل، يعني الاربعه متجهين اتجاه واحد. اللي في الشمال في لخبطه في فرد الكاوتش، واللي قدام اللي في النص عجله يمين جايه يمين سنه، عجله شمال جايه شمال سنه. بيحصل ان احنا بننزل في المطبات الزوايا بتخلف لان الزوايا ممسوكه. هو الاهم طبعا الكاوتشين اللي قدام يبقوا زاويتهم مظبوطه، واللي ورا لو معوجين سنه عادي ولا هيفرق برضو في حدفه العربيه؟ اللي ورا فيهم مشكله لو الكاوتش مش مظبوط العربيه بتعوم، ولو بتعوم تتقلب. والزوايا قدام لو فيها مشكله العربيه بتحدف، وبرده لو بتحدف خطر جدا، لان يعني يمكن انا بستغرب قوي ان في ناس بيبقى بالنسبه لهم عادي خد مطب والزوايا خلفت والعربيه ماشيه وهو عارف ان هي بتحدف وكل شويه يمسك الدريكسيون يعمل كده عشان يرجع الدريكسيون. لا هو ده ما ينفع. تحايل على الموقف يعني. هو بيتحايل. لو انت ماشيه جوه البلد هنقول ان انت هتقولي طيب انا مش قلقان العربيه تتقلب، بس هتبقي بتبوظي كاوتش، لان لو كاوتش اتمسح هل يبوظ كمان العفشه؟ يعني في ناس في التقرير قالت العفشه وفي حد قال يكسر المقص. هو مش هيبوظ عفشه، هي العفشه يعني دايما هي دايره مغلقه. انا دلوقتي ماشي بالعربيه خدت مطب الزوايا خلفت، اول ما الزوايا بتخلف بيبتدي العجل ما يمشيش في اتجاهات مظبوطه، ما ظبطتش زوايا يبتدي العجل يتاكل تاكل غير منتظم. اول ما العجل يتاكل تاكل غير منتظم ابتدت العربيه تحدف. طيب انا ربنا بقى كرمني ورحت ظبطت زوايا بس العجل اتمسح، لازم العجل ده يتغير. مش هينفع تمشي بيه، لان دايما بنقول زوايا بايظه مشيت عليها كتير بوظت الكاوتش معاها. عشان كده في ناس بيتخيل مشيت عليها كتير دي يعني قد ايه مثلا؟ يعني ادينا حد اقصى يعني لو على طريق مثلا 2000 كيلو 3000 كيلو مثلا ينتهي الموضوع. ماشي. عشان كده دايما بنقول لا ما كسر المقصات. طيب بصي كسر المقصات ما بيحصلش، هو اي حاجه في العفشه بتبوظ بتعمل مشكله في 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 الزوايا، يعني بتخلي العربيه مش ماشيه مظبوط. يعني لو في حاجه اسمها جلب المقصات او كاوتشات المقصات، في ناس بتتلخبط في كلمه جلب دي، كاوتشات المقصات او بيض المقصات، اي حاجه بتحصل فيها خلل. كلهم نفس الحاجه؟ لا الجلب والبيض. الجلب والبيض دي اجزاء في العفشه في المقصات بتخلي يعني حلقه عن بتخلي دايما اي تلف فيها ان العربيه ما تبقاش ماشيه مظبوط. مجرد ان العجله تبقى مهزوزه من مكانها مش ثابته مكانها بيخلي العجله مش مظبوطه. عشان كده لازم ننتبه فكره اي حد سايق ان هو يبقى متاكد ان عفشته سليمه، لان هو مش هيقدر يظبط زوايا غير ما تبقى العفشه سليمه.
خطورتها انه ممكن العربيه تتقلب فعلا؟ لا مش ممكن، ده اكيد، ده اكيد هتتقلب. بس اكيد ما هيجري بيها، مش اكيد لو ماشي بيها، يعني لو واحد زوايا بايظه وماشي بيها 70 80 جوه البلد مش هتتقلب. غير بقى جوه البلد على الطرق السريعه، بما اننا بنقول يجري بيها، ممكن يبقى السبب اصلا اللي مخلي العربيه تحدف انه في هواء، في رياح، يعني فصل طبعاً. الشتاء خلاص، كل سنه طيب، النهارده اول يوم شتاء، ففي الشتاء على الطرق السريعه ممكن يبقى في هواء، في رياح. الهواء لو جاي عكس اتجاه العربيه جايه من الشمال هياخد العربيه يمين، وهتبتدي انت وانت ماشيه من غير ما تحسي تمسكي الدريكسيون وتيجي شمال شويه عشان تعدلي اتجاه العربيه. مش كده دايما بنقول كل ما نقابل طرق سريعه ونحس ان العربيه ماشيه بتتهز او بتيجي يمين او شمال، تفقد السيطره على نهدي. كل ما هتهدي كل ما تاثير الهواء على العربيه هيقل. كل ما هتجري اسرع كل ما الهواء هيحرك. تنصح بسرعه كام السرعه الحد الاقصى على الطرق السريعه في الشتاء؟ ما نقدرش نقول ننصح بسرعه كام، هي في طرق مسموح فيها بسرعات 120، بس ال 120 دي احيانا ممكن تبقى 60 كيلومتر لو في شبوره وفي رياح وفي مطر. فاحنا في الاخر انصح بكل واحد يستخدم عقله وهو ماشي في اي طريق، حس ان الطريق يستحمل انه يمشي سرعه قانونيه يمشي. اللي بيجري بيتحمل مسؤوليه جريه ايا كان هو مش بيجري، مش بيتحملها لوحده الحقيقه، بيتحملها الناس اللي سايقين معاه ده حقيقي يعني. بس خلينا نقول ان هو احيانا بيبقى عنده ظرف دكتور عايز يلحق حد فهيجري، لكن في العموم هو بيتحمل مسؤوليته. نور تاني معتز عاطف خبير السيارات، شكرا على وجودك معانا، دايما بنستفيد من موضوع السيارات وبنعرف اكتر عن عربياتنا ازاي نحافظ عليها ونعتني بيها. أشكرك. شكرا جزيلا على وجودك. لا.